أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
صدق الله العظيم.